عامل حسابه يا كابتن معاطي؟ ده اللي كلنا ما كناش عاملين حسابه يا تدري. اخ لو اعرف ان وصول فريقنا القومي لكاس العالم هيسبب لي المشاكل دي كلها. يعني كنت هتعمل ايه يا تدري؟ كنت هعمل اللي انا عايز اعمله بقى يا سيدي. خلينا في المهم. ايوه خلينا في المهم. هداف فريقنا احترف في اوروبا. احنا محتاجين لهداف جديد فورا. كلام جميل. الحل ايه؟ الحل يا سياده المدير اننا نلاقي هداف تاني بدل هدافنا اللي احترف في الخارج. ايه يا عواد؟ ايه يا عواد؟ انت بتفكرني بالورطه اللي انا فيها بدل ما تحل لي المشكله. انت ايه يا اخي؟ البعيد ما بتفهمش. معلش يا صاحبي، سامح الله يخليك، اصله نسي يجيب الفهامه معانا. اي يا بورع، هتهرج ولا ايه؟ ما تفكروا معايا. ايوه بيه، مش هنهرج، اهو هنفكر معاك. اهو يلا اتفضل. الله، ما تفكروا. اه بيه بنفكر، اهو بنفكر. ما تفكر. ايه ايه بيه؟ لقيتها بيه. ايه هي الفكرة اللي هتنقذنا من الورطة اللي احنا فيها؟ قول بسرعة يا تدري. انا الكوتش بتاع الفريق وانا مسؤول عن كل كلمة قلتها لك. الفكرة اللي انت بتقولها دي يا كابتن هتحتاج وقت طويل قوي علشان نجني نتائجها. الدور على الابواب يا كابتن، وفريق النجوم اللامعة بيسنلنا سكاكينه. تدري انا ما زلت مصمم انا الكوتش ومسؤول عن كل كلمة. لابد من تصعيد ولد من الاشبال لغاية لما يبقى راس الحربة. انا هتولى تدريب الولد ده ولازم اخليه يوصل لاعلى مستوى. احنا لسه على الرب كتاكيت يا كابتن. انا عايز ديك لعرف طويل وليه خربوش يهبش لنا جون ولا اتنين في كل ماتش. الجمهور ما بيرحمش. ديك خربوش تقصد ايه يا كابتن تدري؟ اقصد الحل السريع اننا نشتري هداف جاهز. مين وفين وازاي؟ هي دي المعضله يا عبد اللطيف. اندهلي صبح اداري الفريق فورا. ومالها بس الفكره اللي قالها بورع يا صروحي بيه؟ انت هتجنني يا واد انت؟ ابدا يا فندم، احنا عايزين نخرج من المزنق. اول ما اروح اشتري مارادونا هتبقى صفقه العمر والله. واجيب له منين 20 مليون الف دولار يا فالح منك له؟ نتفاوض معاه بيه، كلمه مننا وكلمه منه، وبين البائع والشاري يفتح الله. هو يقول 20 مليون الف دولار، احنا نقول له 40 الف جنيه. سيادتك تقول 50 الف. كلمه مننا وكلمه من هنا، ندي له 60 الف جنيه ونمضيه. بس في حاجه ما عملناش حسابها. هي هي، محدش فينا بيعرف يتكلم ارجنتيني. انت المدرب انت؟ ها؟ وانت بقى سيادتك الاداري مش كده؟ انا مش عارف انا متمسك بيكوا ليه، مع ان انتوا الاثنين البعد اغبياء. ما ترد على التليفون يا صبح. اوكي يا ابو الكباتن. الو، مين؟ يا اهلا يا اهلا. مين يا صبح؟ ده الاستاذ بهنسي المحرر الرياضي لجريده البطل يا ابو الكباتن. وانا نقصد الاخر. انا في ايه ولا في ايه؟ زحلقوا. الو. اهلا 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 يا ابو الكباتن. اهلا وسهلا. لا ان شاء الله اطمن، الرحله الجايه للفريق بتاعنا ان شاء الله هتكون معانا. ايه خبر ايه؟ لا الكلام ده ما ينفعش في التليفون. طيب اهلا وسهلا بيك، انا موجود في مكتبي، تعال لي فورا. مع السلامة. وبعدين يا معاطي، شوف يا تدري، أنا كوتش عارف قيمة نفسي كويس قوي. أنا زي ما قلت لك يا معاطي، انسى الفترة اللي أنت دربت فيها في الخارج، وما تفتكرش بس إلا إنك أنت أول سيزون معانا هنا. يا معاطي أنت ابن النادي، وما تنساش جمايله عليك. ما عشان كده أنا عايز أهتم بالأشبال. أشبال؟ أنت هتكلمني في الأشبال تاني يا معاطي؟ الله، ما تفهمني بقى يا معاطي. جرى ايه الصبح؟ ما تفهمه يا اخي. الله، انت مهما كان الاداري بتاع الفريق فهمه يا سيدي، فهمه، ما تسكتش. الاشبال تعبانين يا كوتش. بس على فكره الوضع اليومين دول مش مظبوط في النادي يا مكاوي. يا ابني انا كلامي ما ينزلش الارض ابدا، صحيح انا ما لعبتش كره شراب حتى، انما ليا نظره ثاقبه ما تخيبش ابدا. ازاي يا ابو الكباتن؟ يعني الناس اللي بيقول يا ابني ادي عيشك الخباز ولا ياكل نصه، مش تديه لعيالي اللي انتوا يعجنوا فيه. قصدك الكابتن معاطي؟ انا يا ابني مجلس اداره النادي اللي فات كلفني اسافر اوروبا علشان اجيب كوتش، ما كدبتش خبر،
خدت المدام وسافرنا اوروبا، وبعد لقي وتعب شديدين لقينا الكوتش وجبناه وجينا. رحت جبته وجيت، بس عمره ما عمل نتائج كويسه. عنه ما عمل يا ابني، ده كوتش لازم تديله فرصه يبحث ويمحص ويفحص. ده قعد 5 سنين يبحث ويمحص ويفحص. ان شاء الله 10. بقول لك كوتش يا ابني مدرب، مش عارف يعني ايه مدرب. يعني انت راضي عن الورق السنه دي؟ ولا السنه الجايه ولا اللي فاتت ولا اللي قبل، ولا بعد 10 سنين، ولا اقول ان احنا هناخد لا دوري ولا كاس. بس ده ما كانش بالك لما تقعدوا في مجلس الاداره. اي نعم، ما كانش رايي لان كان محجور عليا، كنت مخدوع يا ابني. امال كنت مخدوع، لكن دلوقتي انا بلغتش ان الرشد. على كل حال ما يتكلم في الغطاس والانتخابات على الابواب. انا سأطولي في انتخابات مجلس الاداره اللي فاتت، ان غدا لنظيره قريب. شكرني يا استاذ بهناسي، انست وشرفت. اطمن يا تدري بيه زي ما اتفقنا، بس ده سر بيني وبينكم. طبعا طبعا طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه ده يا ترى معاطي اتاخر لغايه دلوقتي ليه؟ زمانه في السكه يا ابو كبات. لو تم اللي قال عليه الاستاذ بهناسي. هوبا في الجول، كل مشاكلنا تتحل يا ابو كبات. تعال يا معاطي، تعال اقعد واسمع اللي هقول لك عليه. ايه خير ان شاء الله؟ انت عارف الاستاذ بهناسي كان هنا ليه دلوقتي؟ لا ليه؟ جاله خبر يا سيدي ان النادي المصري البورسعيدي هيستغنى عن حبشي قلب هجومه. حبشي اللاعب الدولي وهداف الفريق. وط صوتك الحيطان يا هودان. المهم ايه رايك في الخبر ده؟ لا ده خبر مثير فعلا. وبهناسي اتطوع وقال لنا قبل ما ينشر الخبر عشان نلحق نتعاقد معاه. ايه بس بهناسي عارف الخبر ده منين؟ مش مهم عرف الخبر منين، المهم ان احنا نلحق نلهف حبشي قبل غيرنا ونحل كل مشاكلنا. تقصد بغيرنا مين يا فندم؟ نادي النجوم منافسنا التقليدي، ما هو كمان واقع في حزبيس بعد احتراف هدافه في الخارج. ممكن اعرف ايه المطلوب مني؟ تسافر دلوقتي حالا انت وصبحي الى بورسعيد وما ترجعش الا وحبشي في ايدك. لا دلوقتي ما اقدرش يا تدري، الفريق كله في الملعب مستنيني عشان ادربه. ما حمودة المساعد بتاعك واقف معاهم. ما ينفعش يا تدري، ما ينفعش. انا واضع خطة جديدة للعب، طريقة 8-2-1، لازم ابشرها بنفسي. 8-2-1؟ ايه دي نمر التليفون؟ لا يا فندم، دي خطة هجومية. 8 يقف في جون، 2 دفاع، 1 بس هجوم. امر الى الله، بس على شرط بكرة الساعة 7 الصبح تكونوا في بورسعيد، مفهوم؟ انت متأكد من الخبر اللي انت بتقوله ده يا بهناسي؟ طبعا طبعا، ده خبر هايل فعلا. لو زي ما انت بتقول هيبقى لك الحلاوة ان شاء الله. ها؟ ما انت عارف انا عمري ما بتأخر عليك في حاجة. ان شاء الله ان شاء الله هتكون معانا في الرحلة الجاية. طبعا طبعا، الخبر لازم يكون سر بيني وبينك، وانا هخلص الموضوع النهاردة اللي لادي على طول. يلا مع السلامة. مع السلامة. الو وادي عواد، هات الواد برعه وتعالوا لي على طول، يلا بسرعه. الو انت لسه نايم يا معاطي؟ يا راجل حرام عليك، الساعه دلوقتي 5 الصبح، انت عايز تجنني؟ فز قوم يا راجل، ده انا بايت في المكتب وما روحتش بيتي لغايه دلوقتي. يلا قوم، هو ده وقت تنام فيه يا معاطي؟ بقول لك ايه، الصبح هتلاقيه مستنيك تحت العمارة. دي مهمة سرية والنادي كله حاطط ثقته فيكم. اطمن يا فندم، سيادتك عارف ان احنا لما بنحط كتفنا في جبل بنزحزحه بعون الله. اهم حاجة ان بتوع نادي القمر ما يشموش خبر الا بعد ما تمضوا مع حبشي، فاهم يا ابو رحي؟ فاهم سعادتك، انا عايز سعادتك تطمن وتحط في بطنك لوح تلج. اطمن يا فندم، سيادتك عارف ان احنا جنود النادي المخلصين، وانا لثقتي فيكم دايما شايلكم للمهام الصعبه اللي زيتي. هيب يا فندم، هي دي اول مره ولا ايه؟ على بركه الله مسراكم ومرساكم من الفجر الى بورسعيد. تمام يا كابتن. تعرف يا سويفي، انا ثقتي في عواد وبرع ملهاش حدود، لانهم دايما بيعملوا حساب جميع الاحتمالات، كلها ساعة ولا 2 وحيبلغونا بخبر الموسم. انا متخيل يا فندم منشط الصفحات الرياضية وهو بيلعلع باللون الاحمر وبيقول حبشي
يوقع للنجوم. اخ وقع الصدمة على صديقنا اللدود رئيس نادي القمر حيبقى زي القنبلة. مش بعيد يا فندم يغمى عليه. لا وبعد ما يفوق من الاغمى عليه دي يجي متصل بيا في التليفون يقولي معلش كسبت الجولة دي لكن الجولة الجاية، ويجي متصرصر جامد ويطب ساكت ما بيكملش. بينام ويحلم يا فندم انه يكسب مننا ولو جولة واحدة سواء جوه الملعب او بره الملعب، لكن ده بعده لازم يستسلم ويعترف ان احنا ملوك الكرة. ايوه طبعا، ويبطل بقى يحط راسه براسنا. اللي غيزني انه مش عايز يستسلم، لكن خلاص خلاص يا حبيبي راحت عليه. الفضل كله يا فندم يرجع للتخطيط السليم والتكتيك اللي سيادتك بتدير بيهم النادي. ايوه ما طبعا، عشان دايما بنشن على الجون. اخد نفس عميق واتقدم بكل ثقه واجي شايط عشان كده بجيب الجون. تمام زي ما بيقول الكتاب. احنا لازم نعرف ايه الحكايه دلوقتي، نشيل الماجور من فوق الخبر ونعرف كل حاجه. بتبقى مصيبه يا جدعان. طول بالك يا رزمورتا، بنشوف ايه اللي حصل ده؟ لو حبش حساب النادي مش هنعرف نشوف كوره بعد كده. مش هقول لك كده يا رجاله. صح. كابتن معاطي، يا كابتن معاطي، يا كابتن معاطي، هو راح فين يا اخوانا؟ كابتن معاطي، الله ده معاده يستناني هنا. يا كوتش تعال بسرعه. صباح الخير. ما تعرفش كابتن معاطي فين؟ هو سبقك على النادي المصري. سبقني على النادي المصري؟ طب متشكرين قوي، متشكرين قوي يا كابتن. مع السلامه. مع سلامه الله يا كابتن معاطي. اخيرا وصلنا، هو ده النادي المصري. فعلا. ندور على حد نساله. اهو يا ابو العربي، يا كابتن، يا كوتش. لو سمحت. خير ان شاء الله. ممكن نقصدك في خدمه؟ امر يا امر، امرك ماشي لو حتى الدنيا ما تغلاش. مشاعر. ربنا يخليك. عايزين نعرف بيت الكابتن حبشي. الكابتن حبشي؟ ايوه الكابتن حبشي لو سمحت. خير ان شاء الله. كل خير ان شاء الله، ما تقلقش. اصل احنا اصحابه من منصوره وجايين نزوره. اصحابه ايه ده؟ احنا قرايبه، انا جوز خالته وده جوز عمته. قرايبه قرايبه ما يضرش برضه. شوف يا سيدي. ايوه ابراهيم، انا مستني مكالمه مهمه قوي جايه من بورسعيد، ارجوك اول ما تيجي حولها لي على طول. انا ما اعرفش الاستاذ بهناسي نزل الخبر كده ليه قبل ما نوقع مع حبشي. ده هيعمل لنا مشكله كبيره جدا مع فريق النجوم. ما انت عارف بهناسي يا فندم تملي يجري ورا الخبر المثير. ربنا يستر يا وصف ونكسب الجوله دي. متأكد يا صبح ان ده عنوان البيت اللي ادهولنا الراجل بواب النادي؟ هو ده يا كوتش. يلا بينا. يلا. عايزين مين يا الدلعادي؟ الكابتن حبشي يا نينا. حبشي البنبوتي؟ لا، حبشي بتاع الكوره يا طنط. يقطع الكوره وسنين الكوره، مفيش حد هنا بتاع كوره. امال دي شقه مين يا اسطى؟ شقه خالتك ام البول. تحب انا اديها لك؟ لا مفيش داعي يا جدو. يلا بينا يلا بينا يا صبحي. ليه؟ ما انا اديها لك. لا كتر الف خيرك. مع السلامه يا كيسه. هما مستربعين كده ليه؟ يكونوش دول الحراميه اللي جم سرقوا الشقه الشهر اللي فات وجايين يكملوا على بقيتها؟ انا قلت كده برضه. طب صوتي يا وليه. صوتي صوتي على معسل. بص شوف انا هعمل ايه وتعلم. وريني وريني هنروح في داهيه ازاي. استنى ابو كباتن. ايوه كباتن. صباحين وحته ودلع وجمال. صباح جديد لانج لسه ما حدش خد منه اي حاجه، يعني صباح بوشه. صباح النور على البنور. شفت كلته انت استاذ؟ بص بقى التانيه الكبيره. ايه هي؟ عفر عفر ابو كباتن. تسلم تسلم ايدك اخويا. بقولك يا ابو كباتن، احنا قصدينك في خدمه كده. اؤمر عينيا. احنا عاوزين نعرف عنوان الكابتن حبشي. عنوان الكابتن حبشي؟ اه. بص يا اخويا، عارف شارع الحميدي؟ لا معرفوش. انا اعرفه. اللي بيبيعوا فيه شويه الهدوم كده. عارف وانا. تخش شارع الحميدي. تاني عطف على ايدك الشمال. شمال. عطف ابو السباع. تاني بيت على ايدك الشمال.
الدور التاني على الشمال يا اخويا. فهمت؟ لا انا ما فهمتش. انت فهمت؟ انا فهمت ان كله على الشمال. خلاص ما دام فهمت يبقى يلا بينا. يلا بينا. شكرين يا ابو كباتن. العفو. فين يا قمر؟ الف سلامه يا كباتن. الف سلامه يا ابو كباتن. سلامه الله. مع السلامه يا ابو عم مايله. وانا مش عارفكم يا بتوع مصر جايين تخطفوا اللعيبه. ما انتوا خطفتوا مننا قبل كده الدزوي وابو حباجه ومحمد بدوي، وانا قاعد هنا زي بلاص المش. اما وريتكم يا ساتر يا ساتر. ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ده احنا كنا هنروح في 60 داهيه. الحمد لله جت سليمه يا كوتش. ايوه دي كانت فضحتها هتبقى بجلاجل. اللي غيظني الجدح بواب النادي ده ان ادانا العنوان غلط. طب يا صبح والعمل ايه دلوقتي؟ نشرب اتنين حاجة ساعة وبعدين نبقى نفكر. هو انا اللي غلطان؟ ايوه انا اللي غلطان. ازاي اسمع كلام تدري واجي المشوار المهب بتاعك؟ هتشربوا ايه بهوات؟ اتنين حاجة ساعة مشبرة وحيات ابو عينيا الاتنين. وعندك اتنين حاجة ساعة من تلاجة جديدة ودندش؟ حنجد ولا حنجد؟ ايه؟ تعالى. مالك؟ في حاجة؟ انت قريت اللي انا قريته؟ خير؟ حي الغصون الحرة. يا ريت يا ريت اكتر من كده بكتير. ما تقول لي ايه العبارة بالظبط؟ حبشي. ماله حبشي؟ هيسيب النادي وروح يلعب في مصر. معقول الكلام ده يا جدع؟ ايه الجورنان بيقول كده؟ طب بقول لك ايه يا حندوقة؟ ها روح انت السوق وخلي بالك من الفرش بتاعي. ها عقبال ما اخطف رجلي انا واشوف ايه حكايته بالظبط. لو انت عارف هو فين. عارف يا سيدي عارف. سك على الساقع. ايوه. الخبر المثير يستوحي بيه نوع من انواع الخبطات الصحفية. يعني مثلا لما كلب يعض مواطن ده خبر عادي جدا، لكن اذا مواطن عض كلب هو ده الخبر المثير. بس احنا اتفقنا يا بهناس، اتفقنا انك ما تنشرش حاجه غير لما حبشي يوقع علينا. الصحافه عجلتها بتدور زي الطاحونه، محتاجه اللي يقدم لها كل ما هو جديد. ده لو ما كناش اتفقنا يا بهناسي. بصراحه يا اسطوحي بيه انا خفت اي جورنان تاني يشم ريحه الخبر يسبقني وينشره. عموما زمان كل شيء انتهى في بورسعيد. تعال ورايا. هو ده الدور الثاني. تطلع تضرب الجرس. يلا. لا انت المدير الاداري، انا المدرب، انت الاول. اتفضل اتفضل قدامي. حاضر. ادانا العنوان كان زماننا دخنا السبع دخات. لا البركه فيا انا اللي كلت عقله بكلمتين مع السنين ورحت مديله علبه دخان مصري راح خرب العنوان. تفتكر السيد مدير النادي هيدينا مكافاه قد ايه؟ اوهوهو مش اقل من باكو مقفول لكل واحد فينا. يلا الظاهر ما فيش حد جوه. لا انا مش هتعطى من هنا الا ما قابله. انا الفار بدا يلعب في عبه ورا. لا جمد قلبك. فار ايه اللي يلعب في عبك انت؟ انت يلعب في عبك نمر. وبعدين دي اول صفقه هنخطط لها ولا ايه؟ يلا. ايوه بس انا خايف لحسن يكون الكابتن معاطي سبقنا ومضى مع حبشي. ها راجل فلا الله ولا فلك، دول تلاقيهم دلوقتي ليصين على العنوان. لا الظاهر ما فيش حد جوه. مفيش حد جوه يعني ايه؟ لما انتوا شايفين ان مفيش حد جوه واقفين ليه؟ امسك نفسك امسك نفسك. رد عليها. يا صباح الفل والورد والياسمين يا ست الحلوين. بسلامتكم تطلعوا مين؟ احنا برضو الناس اللي هم يعني وصباحين وحته ودلع وجمال. صباح جديد لانج لسه محدش خد منه اي حاجه. يعني صباح بوشه. صباح بوشه والله بظهره. عايز ايه يا روح امك منك لو؟ احنا من مصر يا طيب. مصر ام الدنيا. انتوا من مصر ام الدنيا وعايزين ايه بقى؟ احنا من نادي النجوم يا قمر، وكنا جايين عشان. جايين عشان ايه يا حبايبي؟ عشان حبشي بتاع الكوره. مظبوط. يا سلام على نبهة سعادتك. هو حبشي بتاع الكوره. النوره كوالنوره. طب انا طالع لكم. لا 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 خلي سعادتك زي ما انت. يا سلام على الذوق. احنا هننزل لحضرتك. شايف التخطيط؟ عمره ما يخر المية. اتعلم بقى كده. واضح ان انت هتودينا في داهية. حلوة حلوة. تعال تعال تعالوا عندي يا حبايبي تعالوا. الله
وايه بقى اللبس اللي انتوا لابسينه ده؟ دي لزوم الشغل يا راجل يا قمر. اه لزوم الشغل. وانتوا بقى معاكوا سلاح؟ ايه سلاح؟ لا لا سلاح ايه، احنا بتوع كوره مش بتوع اي حاجه تانية. واضح ان حضرتك فهمتنا غلط. يعني ما معاكوش سلاح؟ لا لا اتفضل. حرامي 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 الحق يا مرعي، امسك الحرامي يا مرعي. لا لا ملعينك يا ست. اعواد يا مرعي حرامي، امسك حرامي امسك حرامي يا جدع، امسك حرامي يا جدع. دول الحراميه اللي سرقوا شقه ام البوري. مين على مطبعهم؟ امسك. انتوا متخفيين كمان يا جماعه، انتوا فاهمين غلط. احنا من مصر ام الدنيا يا خيب، جايين من مصر تسرقوا هنا؟ ده انتوا عيدكم سودا. العين يا برعك. نزل ايدك، نزل ايدك، اوعى نزل ايدك تاني. ايه انتوا ما تعرفوش انا مين؟ حكوا مين يعني؟ انا برعي. انت برعي؟ ايوه. طب خد. صبحي. ايوه. فتح عينيك اوعى يغيب عن نظرك. عينيا مفتحه. تبص اهي وريني هناك. فنجل فنجل. في حاجة؟ ده هناك في حاجة يا ابني؟ ولا كلمة. ولا كلمة ليه؟ ايه يا كباتن؟ وقعت ولا حد يسمى عليكم. الله. جيت لنا برجليك يا معلم سلطان. معلم مين اخوها؟ سلطان؟ مين؟ سمارة؟ سمارة مين يا رحطان؟ علي انا الكلام ده؟ سامبو؟ ايوه معلم. لامبو؟ كتفوهم وقتهم لي على المخزن. واجب. سلا لامبو، حلا لامبو، اعمل معروف، الحقنا صبحي، صبحي، مش انت المعلم سلطان؟ اتصرف. انت صدقت يا معلم كلامبو؟ انا عاوز البيه الظابط. نعم عايز البيه الظابط. ليه؟ ما ينفعش تتكلم معايا انا؟ لا انا مش هتكلم غير مع البيه الظابط. انا اتهزقت في بورسعيد. اتهزقنا في بورسعيد. اتهزقتوا في بورسعيد؟ هو انتوا لسه شفتوا حاجه يا لصوص؟ احنا لصوص؟ لا العاف. لا مش لصوص، العاف طبعا ناظر. قول لي بقى تبقى مين بسلامتك؟ انا مش هتكلم غير قدام البيه المأمور. ايه البيه المأمور؟ حته واحده. اه طب خشوا بقى التخشيبه منك له لحد ما اجيب لكم البيه المأمور. ولا بقول البيه المأمور ايه ده، انا لحد ما اجيب لكم البيه مدير الامن شخصيا. انا اخش التخشيبه؟ احنا هنخش التخشيبه؟ دي هزلت. هزلت وبتقول لي هزلت؟ لا معلش يا برنس، معلش. العتب على النظر. احنا هندخلكم انتوا الاثنين فندق خمس نجوم. يلا اتفضل. اتفضل قدامي يا عواد بيه. يتهيأل انت الاول. أوكي. اتفضل ده اهو. اتفضل. انا اللي هقولك المره دي هارد لاك يا اكسلانس. ده بعدك يا تودري بيه، ابقى قابلني. وماله هقابلك قوي، بس فين؟ في نهائي الكاس يا باشا. الكاس اللي سقتنا منه كم سنه اللي فاتت، انا بقى اللي هسقيك منه السنه دي يا اسطوحي بيه. كان غيرك اشطر، ده احنا اللي فيهم. فشر، ما كانش اتعذر ولا بعجزر. ما تعبش نفسك، خلاص حبشي مضلنا. المايه تكدب الغطاس. هنشوف يا اكسلانس. تحياتي. تحياتي. لو خزنة النادي عمرانة كنت اشتريت بوشكش. انت ليه مش عايز تصدقني يا معلم حنجش؟ ولا كلمة. الكتم لحد المعلم فاضل ما يجي. يا جدع انت ميت الف مره قلت لك انا مش المعلم سلطان اللي انت بتدور عليه. يخلق من سلطان 40 يا كابتن حنجل. امال انت مين؟ انا الكوتش معاطي معطيته، مدرب نادي النجوم. وانت مين؟ انا الاستاذ صبحي، المدير الاداري بتاع الفريق. وجايين بقى بورسعيد عشان حبشي، مش كده؟
ايوه بصراحة احنا لما كنا قاعدين على القهوة سمعناك انك بتقول لك تعرف مكانه. مشينا وراك عشان توصلنا ليه. هي دي الحقيقة زي ما حكينا لك بالظبط. على فكرة في حاجة مهمة عايز اقولها لك، انت جسمك رياضي شكلك حلو ولو لبست النضارة يا خرابي انت جنن، انا ممكن اعمل منك فروت هايل. مش عليا الكلام ده يا حبيبي، العب غيرها يا سلطان. اذا كنت ضحكت عليا مرة في صفقة الساعات وزوخت وكلت حقنا مش هتقدر النوبية دي تضحك علينا مرة ثانية يا اسكندراني. يعني ايه اللي بيقوله ده؟ يعني مش هتتحركوا من هنا الا لما المعلم فاضل يجي بنفسه ويشوف له صرفة معاكم. وحبش يا كشت وده وقته. سوري يا كابتن. ادخل يا لسه انت هو. ادخل ادخل. تمام يا معالي الباشا. يا حضرة ضابط، انا راجل ليا حيثية في الاوساط الكروية. اقف على بعضك عادل يالا وبلاش لماضة. يالا؟ انا يتقال يالا؟ دي هزلت ومكانت دي اهانة. انت لسه شفت حاجة؟ انا بقى هعلمك الادب. شاهد على الظابط يا عود. ليه واسكت؟ الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي مشيت فيه وراك. يا الظابط لو سمحت ممكن اتصل بمصر؟ وعايز ايه من مصر؟ هنتصل بالنادي يا فندم عشان نثبت لسيادتك ان احنا مش حراميه. احنا خطافه يا فندم مش احنا خطافين. خطافين يا فندم مش حراميه. خطافين؟ خطافين ايه بقى؟ لعيبه يا فندم. احنا اشهر خطافين لعيبه في تاريخ الكوره. طب الكاتب بقى واسكت. انا؟ ايوه انت الكاتب واسكت. سامبو ولا اقول لك خليك انت؟ اسمع يا لامبو، روح انت استعجل لنا المعلم بسرعه. حاضر يا معلم. اهو حياة والدك يا سنة لامبو، استعجل لنا المعلم ما عندناش وقت. مستعجلين قوي يعني على موتكو؟ لا مستعجلين على براءتنا، دلوقتي المعلم هيوصل وهتبان الحقيقة. اهو المعلم وصل. يا ما انت كريم يا رب. اتفضل يا معلم اتفضل. مرحبا يا معلم. شرفت يا سلطان. مش قلتلك الهوا هياخدك وهترجع لي تاني؟ ده انا هشرب من دمك. انا دمي هارب. ايوه يا سياده اللواء، ربنا يا فندم ما يحرمناش منك. ها؟ لا اصل الخبر كان سري شويه يعني. هم بلغوني من القسم بورسعيد. بس يا ريت حضرتك بقى تشد حيلك عشان بتوع نادي القمر ما يوصلوش الحبشي قبلنا ويمضوا معاه. ها؟ ايوه يا سيد اكتشفنا ان هم هناك. يلا معلش. مين؟ بهنسي؟ لا يا باشا، بهنسي ده هيكون له حساب تاني خالص معايا. يلا معلش معلش. الف شكر يا باشا، الف شكر، مع السلامه. اللي مجنني ازاي الخبر وصل للقمريين قبل جرايد الصبح ما تطلع. ما انت عارف بهنسي يا فندم. المصيبه اللي انا عارفه بس بصدقه. ما نعمل ايه؟ انا عامل زي الغرقان اللي بيتعلق بقشاية. طب وهتعمل ايه يا فندم لو كانوا سبقونا وماضوا مع حبشي؟ هعمل ايه؟ انت بتقول لي هعمل ايه يا سويفي؟ الله العظيم. انت عارف الواد السل اللي اسمه بورعي والحلوف اللي اسمه عواد؟ هعلقهم كده من رموش عينهم على باب النادي. ايه مالك يا حلاوة؟ خايف ولا ايه؟ لا ابدا، في حاجة يعني؟ ابدا. سلامتك. ناخد وندي مع بعض في الكلام. ناخد ايه وندي ايه؟ ناخد منك سجاير ونديك كلام. عواد دي له عدة سجاير. ما انت عارف ان انا ما بدخلش. كابتن هو اللي بيدخن. فدان اوعى حديك. خد تشكل يا زو. ايه الحكاية ده؟ حكايتي ايه؟ حكايتكم. طفاشة ولا هجامة ولا جمارك؟ مش فاهم قصدك يا باشمهندس. لا لازم تسمع ولازم ناخد وند مع بعض. كوتش احنا من مصر يا كوتش، وجايين تشتغل هنا في بورسعيد صح؟ حاجة زي كده يعني. حاجة زي كده؟ هو احنا ناقصكم يا حرام يا يا اتحاد الكورة يا اتحاد الكورة. ايوه يا فندم، تحت امر سعادتك يا فندم. لا 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 سعادتك تؤمر. مع الف سلامة يا فندم.
تمام يا معالي الباشا. هات الاثنين بتوع مصر يا حضرة الصول. حاضر يا معالي الباشا. اه يا عيني انا غلطان ان انا سمعت كلامك ومشيت وراك، ادي اخرتها. يا عيني يا راجل اجري، هو انت تعرف تعمل اي حاجه من غيري؟ يا عيني مش دي شرطه كلمه مهببه؟ نتخفى وننسى بطايقنا في هدومنا في العربيه، وبواب النادي يضحك عليك ويديك عنوان غلط. ايوه، ما احنا كان لازم نغير هدومنا عشان ما حدش يعرفنا. يا عيني ونتخفى ليه؟ وفي حد يعرفنا بورسعيد عشان نتخفى منه؟ اتكلم عن نفسك، انت نكره، انا اشهر من نار على العالم. يا عيني لا، ما هو واضح. بس اخرج من هنا، اخرج من هنا. اما كنت اوقف اتحاد الكره على رجل واحده، اما كنت اجيب الفيفا من بلده لحد هنا. يا عيني يلا يا اخوي، يلا يا بتاع الفيفا، يلا انت وهو، يلا يا بتوع مصر ورايا. استنوني، ما حدش يمشي راجع لكم. يا عيني يا اخويا انت وهو، يلا بلاش طماط. يلا ورك هو سياده الليل. يلا سوري يا كباتن. يلا يا اخوي، يلا يلا يا اخوي يلا. يا معلم فضل، 100 مليون مرة بقول لكم أنا مش سلطان، أنا مش ولا عمري شفته ولا أعرفه. أنا الكوتش مع عطيته مدرب نادي القمر. ده أنا سلطان. شوف يا ابن الحلال، لآخر مرة بقول لك، يا هتدفع ال50,000 جنيه يا هشفيك بالساطور ده. كنتش فضل صدقنا اتشاد على روحك قد انت وهو بقى. شوف مين هينجد. امرك كبير. اهلا يا معلم فضل. سبحان الله سبحان الله، يخلق مش 40. ايه ده؟ ايه؟ صبحي؟ ايوه. مين اللي شبه ده؟ الجدع ده شبهي بالظبط فعلا. دلوقتي فهمت، ده معلم سلطان. الحقنا يا معلم سلطان. سيجاره؟ متشكر، ما بغيرش. سيجاره؟ ما بعرفش. هنمشي امتى يا حضره الظابط؟ دلوقتي حالا، ثواني بس نقفل المحضر. اللي حصل ده يعتبر جنحه حره غير مباشره في حق الرياضة العالمية، وأنا أول منزل مصر سالم غانم هشن حملة شعواء شرسة في جميع الجرائد الخصوصية، لأن اللي حصل ده إهانة لن تشطب من التاريخ الكروي. أيوة كابتن برعي، بس حضرتك برضو غلطان. غلطان؟ غلطان ليه؟ أولا الملابس الغريبة دي اللي انتوا لابسينها. قول له يا حضرة الضابط. اسكت انت عواد، دي أصول الشغل يا حضرة الضابط. ثانيا تواجدكم قدام شقة سبق سرقتها أكتر من مرة. عامل لي حدق وبواب النادي ضحك عليك. ثالثا حضراتكم بدون إثبات شخصية. يا حضرة الضابط أنا في مصر مش محتاج إثبات شخصية، أنا شخصية، أنا معروف، أنا بطاقة. أيوة بس حضرتك أنت عارف إن إحنا مش في مصر، إحنا في بورسعيد. يبقى أهالي بورسعيد هم اللي غلطانين مش غلطتي، لأن أنا صوري بتنزل في جميع الجرائد الصباحية والمسائية، ولو دققوا شويه وهم بيتفرجوا على ماتشات الكوره في التلفزيون هيلاقوني قاعد جنب المدرب الاجنبي لز علشان اترجم له. تترجم له؟ اتلهي واسكت. هو انت بتعرف لغات؟ مش مهم اعرف لغات علشان اترجم له يا جاهل. الكوره لغه عالميه، بترجم له بالاشاره. لما فرقتنا تضيع جون هو يقوم يقف ويخبط دماغه بايده، انا اقوم اقف واقعد عادي. يبقى ازاي اهالي بورسعيد ما يعرفونيش؟ معلش، المره الجايه بقى هيبقوا يعرفوه. على رأي الكابتن لطيف، ياما في الكورة مظاليم. وهوبا، أنا يحصل لي كل ده؟ طيب ما خلاص بس أنا كابتن معاطي. قلت لك يا أخي حقك عليا بالبا. الله، على المهم أنا هسامحك المرة دي، بس إياك تعملها تاني وإلا هطلع لك الكارت الأحمر. حلو. أهم، ممكن نمشي دلوقتي يا معلم فضل؟ أوي أوي، وصلهم يا سامبو المكان اللي هم عاوزينه. عليا للكباتن بس مش لحبشي. لا خليك انت، خليك يا سلام. لا 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 مو احنا عارفين الطريق. السلام عليكم. مع السلامه. معلش بقى، قلت لك الدور ده جت قوي بقى. على ما هنفوتها بس ايه. يبقى بعد كده خلي بالك من الاوفسايد. سلام حلو عسل. سلام احتياط. مع السلامه يا كوتش.
فوخ عالم هتجنن. ايه اللي انا شفته ده؟ عارفين لولا ان ماليش اخوات كنت قلت عليه ان اخويا لازم. سبحان الله فعلا دي فوله واتقسمت نصين. الخالق الناطق سلطان نسخه منه هو بالظبط. الله بس اقول لك حاجه بقى ما تزعلش مني على نظافه شويه يعني. سلام على الفاضل. طب غير مؤاخذه انت جايبني هنا عشان تهزاني ولا تهزقني؟ مش كفايه ان انا جاي اصفي حسابي معاك؟ طب صفي صفي يا اخويا قبل ما اصفي لك دمك. وبعدين مش عارف معاطي وصبحي ما اتصلوش بيا لغايه دلوقتي ليه؟ الساعه بقت 3 الغايب حدته معايا يا كابتن. وجايز جايز ايه؟ ما توغوشنيش يا وصفي. جايز نادي النجوم يكون وصل قبلهم وخطف حبشي. تبقى كارثه ساعتها كرسي المجلس هيطير بيا. ومش بيا انا لوحدي ساعتها بقى عليا وعلى اعدائي. اهلا كابتن معاطي. اهلا كابتن حبشي. اهلا كابتن. صبحي يا ابو الكباتن. صبحي. انت فين يا راجل؟ دوختني على الواحد اي صوته راع على ملاك يا اخي. ليه يا ابو الكباتن؟ انا موجود في النادي على طول. كنت دخلت النادي من بابه كان اي حد وصلك ليا على طول. شغل مخك معايا يا برعي وقول لي ازاي هنخطفه منهم. هندفع لك 30,000 جنيه. امضي. وفي ايه؟ اقعد امضي. هندفع لك 40,000 جنيه ومرتب 1,000 جنيه في الشهر. في الشهر 50,000 جنيه فوق الترابيزه، 30,000 جنيه تحت الترابيزه. الضرايب ما تعرفش عنهم حاجه، مش شافين يعني. ومرتب 1,100 جنيه في الشهر. امضي. 60,000 جنيه الضرايب علينا، مرتب 1,500 جنيه في الشهر، شقه في الهرم. قول اه وانت كسبان. والضرايب عليكم وعلينا ب70,000 جنيه ومرتب في الشهر 2,000 جنيه وشقة في العجوزة. يلا إن شاء الله معنا حد حوش. امضي. طب إيه رأيك بقى بالعند فيهم؟ هندفع لك 150,000 جنيه فوق الترابيزة وشقة في المهندسين تحت الترابيزة، محدش يعرف عنها أي حاجة. شقة تحت الترابيزة؟ 200,000 جنيه وعربية وشقة في جاردن سيتي. امضي. 250,000 جنيه وعربية أحدث موديل وشقة في الزمالك و 3,000 جنيه في الشهر. في الشهر 300,000 جنيه وفيلا فوق الترابيزة وعربية تحت الترابيزة وعروسة جنب الترابيزة. ايه رأيك؟ فهموني بقى ايه حكاية الترابيزة دي؟ امضي. 350,000 جنيه ونسبة من إيرادات الماتشات وعمارة تمليك وأتوبيس نهي ويخت في المهندسين وإحنا اللي فيهم. أنت كده يا جماعة حيلكم حيلكم. كل ده علشان إيه؟ أسيب النادي اللي تربيت فيه؟ ما أنت اختلفت معاه ومع جهاز التدريب. صحيح أنا اختلفت مع النادي لكن ده في وجهات النظر بس، ومش ممكن أسيب فريقي. ولو ده حصل يبقى بطل كورة. اسمع آخر كلام، هندي لك 500,000 جنيه والترابيزة. اسمع هندي لك 1,000,000 ولا مال قارون. خليني اسيب النادي اللي رباني وكبرني واداني الشهره وحب الجمهور. انتوا مش فاهمين حاجه. عن اذنكم انا عندي تدريب. هما فين يا عم عبد؟ هم هناك. هم هما دول. يلا بينا يا رجاله. يلا بينا يا رجاله. اهلا اهلا. انتم بقى اللي جايين تخطفوا حبشي. الله عيب كده يا كابتن، خلي عندك روح رياضيه. انتوا خليتوا فيها روح رياضيه. رياضيه احنا بقى اللي هنطلع روحكم رياضيه. اجري يا جدع. We'll be right back.
الله.